اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده على قناه تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، واليوم بدنا نرجع ونحكي عن بلدي، نحكي عن فلسطين، عن اهلها، عن جمالها، عن سهولها، عن وديانها. ولكن اليوم برضو حنحكي عن معاناه اهلنا في قطاع غزه، هاي المعاناه اللي ما عاناها اي شعب ولا اي شخص في العالم، سجن كبير يعيشه اكثر من 2 مليون شخص. المشاكل الموجودة في قطاع غزة كبيرة جدا، لا تعد ولا تحصى، تبدأ من المياه والكهرباء وتنتهي بالقطاع الطبي والتعليمي. للأسف هذه المعاناة التي أغلق عنها العالم عيونه، وكأن أهل غزة ليسوا جزء من هذا العالم. لكن الأحرار في العالم، الأحرار أنا أقولها، هم من يتحملون الصعاب ويذهبون ويساعدون أهلنا في أرض غزة. اليوم سنلتقي مع طبيب أصله فلسطيني كندي، ولكنه أصر إلا أن يذهب بقدميه التي أطلق عليهم الاحتلال الرصاص في 2018، أصر أن يذهب ليساعد إخوتنا الأطباء في قطاع غزة. لنتعرف اليوم مع الدكتور طارق اللباني زميلنا. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق. أهلا، يعطيك العافية دكتور. طبعا انت اليوم في عتمة رومانسية، بس طبعا هو السبب هو عدم وجود او انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة. طبعا نعم، في الايام اللي فاتوا نزلت الكهرباء، يعني هي كانت الى 8 ساعات في اليوم، نزلت حتى من هذول الثمان ساعات، مش عارفين لغاية وين حتوصل. الحار بس يستخدموا الكهرباء اكثر للتكييف، فهي بصعب على الكهرباء بشكل عام. للأسف أنا كنت يعني متمني إنه الكهرباء تيجي عشان تشوفوني كويس، بس هيك وضعنا حاليا. احنا شايفينك في قلوبنا، لأنه الأعمال اللي بتعملها يا دكتور أعمال فظيعة وعظيمة، وإن شاء الله رب العالمين يجزاك عنها خير وعن كل من تقوم باسمه بهذا الخير. دكتور طارق، برضو أنت حكيت لي، أنا سألتك في ضوضاء شوية، قلت لي الشبابيك تبعت المطبخ رايحة كلها، ليش ما في شبابيك في المطبخ؟ الشهداء حيكونوا عارفين انه في شهر 5 كان في حرب شرس بغزة، وانا ما كنتش بغزة وقتها، كنت في كندا. بس طبعا الشقة اللي انا جرحة عرضت لنفس المشاكل اللي كل الشقق تعرضت إليها، وهي طبعا بتشكل مشكلتين. أولا الشبابيك انكسروا، فلما دخل أكان غبرة بكل مكان، طبعا عشان في هواء ما فيش أي حماية من الهواء ومن الغبرة من برا. بس المشكلة الثانية كمان إنه ما فيش في زاز في البلد، يعني حتى أوكي أنا بدي أشتري شبابيك، أنا والجمهور كله، الكل بده يشتري شبابيك، فصار في السوق حتى لما يكون موجود غالي جدا لدرجة إنه بالفعل ما في إزاز. يعطيك العافية. دكتور طارق، أنت بتعمل كأستاذ مشارك في جامعة ويسترن أنتاريو في مدينة لندن، وبتعمل أيضا كطبيب طوارئ في مستشفى في لندن أنتاريو، واليوم أنت تحدثنا من غزة، ما الذي ذهب بك إلى غزة؟ أنا موجود بغزة بصفة، أكبر صفة أنه أحاول أساعد المريض الفلسطيني في أي شكل لتحسين الوضع اللي هو فيه، وهذا بيرجع إلى عدة حاجات. أولاً لازم نعزز الطبيب الفلسطيني عشان هي أو هو يقدر أنه يشتغل في المكان ويقدر أنه يعمل كل لازم. وثانيا بعد تعزيز هذا، يعني احسن دكتور اللي بيكون موجود هون ما بيقدر يشتغل في الحالات الموجوده الا لو كان في عنده ادوات طبيه. وثالثا لازم يكون حتى المستشفى لو عنده احسن الادوات الطبيه اللي فيها كهرباء، فيها مي. حاليا مع الكورونا فيروس مثلا، انا كنت مداوم امبارح عم بحاول اغسل ايدي وما جاش مي. احنا طبعا من زمان ما فيش المي السخنه، خصوصا بالصيف تقريبا مستحيل واحد يلاقيها، بس انه حتى ما نلاقيش اي مي باستقبال، المفروض احنا
يكون في التباعد الجسدي، المفروض يكون في غسيل الايدين. انا في كندا مستحيل اي لحظه اعديها غير ما اكون لابس كفوف ولابس كل هاي الحاجات. ففعلا يعني الوضع هون بيكون بشكل عام وبصفه عامه صعب. المشروع اللي حاليا انا شغال عليه، طبعا احنا عم نشتغل بتعزيز وتدريب الاطباء في الكوادر الطبي بشكل بشري، بس حاليا في مشروع اخر انه في ادوات طبيه كثار، وهي الادوات لما تخرب او لما تصير قديمه ما بيكون في الها حد اللي بيعرف يصلحها وادوات للتصليح. يعني مثلا قول انه احنا بدنا بس قطعه بسيطه لهذا الجهاز، ما بنقدر نلاقي القطعه اللي احنا بنحتاجها عشان نصلح الجهاز. ولو طلبنا القطعه، مثلا انا عم بفكر عن اجهزه الاكس راي الاشعاعات، هاي الاجهزه بيكون فيها تروس كثير، تروس بيكونوا جيرز اللي بيكونوا موجوده فيها، وهذول التروس عشان يشتغلوا مظبوط لازم تبديلهم كل 6 أشهر، ولازم 20 منهم لكل جهاز. وتكلفة التروس الواحد بيكون حقه $50، يعني احنا عم نحكي عن $1,000 كل 6 أشهر لجهاز واحد. هاي مبالغ بتكون عالية جدا، صعب جدا انه تتلاقى. لو احنا اخذنا، احنا بدينا بدراسة هذا الموضوع خصوصا عشان كان فيه احتياج كبير، لو احنا اخذنا فقط هاي القطعة وصرنا نطبعها على طابعة الثلاثة أبعاد اللي هي 3D printer، بنلاقي إنه قدرنا نصنع التروس، وهو أوكي مش حيقعد 6 أشهر، بيقعد تقريبا 4 أشهر، بس لسه بيرجع قدرة وبيعزز قدرة للمهندس الفلسطيني عشان يستطيع إنه هو يصلح الأدوات بإيده، وما يعتمد لا على الإسرائيليين ولا على الألمان. الألمان هو اللي بيبعث لك القطعة أساساً، ولا على ممول اللي يعطيه كل هاي الفلوس. طبعا احنا لو بدنا نطبعها على الطابع 3 أبعاد بدل $50 يكون حق التروس يمكن 20 سنت الواحد او حتى اقل. فهذا المشروع احنا بدنا ندرب مهندسين، وكمان نغير ثقافة عامة اللي هي داخل الكوادر الطبية، إنه لما يصير في خلل أو مشكلة في جهاز طبي، بدل ما يترمى بيصير فعلاً في له تصليح، ترميم، تجديد عشان يرجع إلى الخدمة. إذن هذا مشروع عملاق دكتور، عشان تبتعد عن تحكم الكيان الصهيوني في إدخال القطع، خاصة القطع النادرة والمهمة اللي بيحتاجها القطاع الطبي في تصليح الأجهزة والمعدات. أنا بعرف إنك دكتور أنت مدير أو بتقود مؤسسة اسمها جليا، بدأت في مشروع يمكن صغير ولكنه الحمد لله انتشر في العالم لمساعدة المحتاجين في مناطق النزاع للأجهزة الطبية. بدأت أعتقد في السماعات الطبية والصمامات وأشياء. احكي لنا شوي عن جليا عشان الناس تعرف مين دكتور طارق. احنا ب 2012 انا حضرت الحرب هون، وكان في معظم الاحيان احنا كنا تقريبا 10 اطباء اللي نداوم. انا كنت الواحد وقتها اللي عندي شهاده بورد طب الطوارئ، بس كمان كان في اطباء كثير اللي عاده هم كانوا يسعفوا ويشتغلوا اوقات الازمات والحروب. فلما اجيت ولما صرت اشتغل، لقيت انه السماعه الوحيده اللي موجوده هي كانت سماعتي ايامها. السماعات الثانيه، في سماعات اللي بيكون جودتها صوتك راح تمام اوكي هيك احسن. عفوا مش بس الكهرباء، كمان النت عندنا مشكله، فاعذرني ولا فكانوا السماعات مش موجوده، السماعات اللي من جودة عالية، والمريض الفلسطيني برأيي بيستاهل قد المريض الكندي. لما رجعت على كندا كنت قاعد، كان ابن أخوي معي وكان وقتها صغير جدا، يمكن عمره 2 حاجة هيك، عم نلعب مع بعض. هو حسني أنه أنا مكتئب شوي، فإجاني
وصار يقول عمو انت مريض؟ قلت له يعني اوكي شوية مريض عمو. فراح هو اخذ السماعة اللي كانت عنده، سماعة لعبة اللي اجت يمكن حقها دولار دولارين مش عارف ايش، صار يسمع على، يسمع قلبي، يسمع صدري. ابوه اخوي كمان دكتور وامه دكتورة، فيعني متعود على هاي الحاجات. فعلى العموم اخذت هالسماعة وصرت اسمع قلبه هو. طب يا راجل هاي اللعبة مش سيئة جدا، مش زبالة. لو لعبة اللي انعملت لطفل من هاي الجودة، احنا ايش بنقدر نعمل مع هندسة ال 2012؟ هيك انا صرت اسأل نفسي. ففتحنا هذا المشروع بهدف انه احنا نشوف لو بنقدر نصنع حاجة جودة عالية ممكن صناعتها داخل غزة، والتكلفة طبعا واطية. ولقينا ببحث علمي اللي احنا نشرناه في جورنال طبي، انه فعلا اللي احنا قدرنا نصنعه بال 3D printer نفس الجودة من جهاز اسمه ليتمان، اللي هو بيكون اعلى جودة اللي الاطباء بيستخدموها، وهذا اللي انت عم بتوري صورته حاليا. وبعد هيك صرنا نصنعها ونستخدمها. وين؟ في الاول ما استخدمناها بفلسطين، استخدمناها بكندا عشان نتأكد بجودة كندا انه ممكن. لما جينا على غزة طبعا يعني هي شكلها زي لعبة، بس قدرنا نقول للناس انه فعلا هذا جهاز جودته عالية، استخدامه داخل كندا بتكون تضمن انه هو جهاز كويس. من بعديه احنا طبعا كنا بادين هذا المشروع، وحتى بادين مشاريع لتصليحه وتعميم الحاجات، بس للأسف لما مسيرات العودة بدأت تحول كل شغلنا وكلها توقف، وصرنا نشتغل في حزام وقف النزيف التورنيكت. ولما بدينا الشغل على حزام وقف النزيف لقينا انه قد ما احنا بنقدر نصنع، وقتها قدراتنا ما كانتش قوية جدا بالصناعة، فكنا نصنع 200 او 300 وحدة بالاسبوع، وكلياتهم نستخدمهم كل اسبوع لمدة تقريبا سنة. قد ما احنا نصنع إلى 500 بالأسبوع، كنا تقريبا كل أسبوع نستخدمهم في الميدان. وهي اللي أنا اتصاوبت، وإحنا عم نستخدم الحزام نوعا ما للفحص عشان نتأكد منه، عشان إحنا ما فحصناه في نفس الطريقة اللي فحصنا ستيثوسكوب، ما كانش في وقت. بدينا المشروع قبل المسيرات، بس بسرعة أسرعناه وطلعناه عشان نحاول نحطه في الميدان عشان ينقذ حياة الناس المصابين. وبعد هيك طبعا اشتغلنا في مشروع الكورونا على الأدوات الحماية الشخصية الـ personal protective equipment. ومن هاي الناحية لما احنا استخدمنا هاي الأدوات، مش انه هاي الأدوات تكفي، بس للأسف ما فيش أدوات اللي تكفي في غزة، فهاي الأدوات صارت تقريبا الوحيدة اللي متاحة للأطباء والمهنيين اللي في الطب موجودين. دكتور طارق، أنا بس بدي أحكي شوي عن يمكن نقطة حيستفسروها بعض الأشخاص. دكتور طارق أصيب من قبل قناص وهو في 2018، وهو يحاول إسعاف بعض الأشخاص في الحزام، على الحزام بين غزة والكيان، وطبعا القناص أصابه برجلتين تنتين بطلقتين، ومع انه كان لابس ستره الاسعاف، واصيب اكثر من شخص، وتوفي واستشهد بعض اعضاء القطاع الطبي في 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 هذه الايام، رحمهم الله جميعا ونستودعهم الله، والحمد لله على سلامتك. السؤال المهم، انت لم تقم فقط بمساعده اهلنا في غزه بموضوع ال 3D، بل ايضا ذكرت بعض الصحف الكنديه عندما بدأت الكوفيد عندنا في كندا طبعت 200 فيشيال ماسك، أو اللي هو القناع الكامل للوجه للأطباء في المستشفى اللي أنت كنت تعمل فيها، لأنه ما كان عندكم ما يكفي لحماية أنفسكم. احكي لنا برضو عن هذا الاكسبيرينس، يعني مش بس الدول المحتاجة والدول الغنية أيضا هذا البروجكت عم بيساعد فيها، لو تحكي لنا شوي برضو هون. حاليا كثير من الناس صاروا ناسين أيام بداية الكورونا، بس في أيام بداية الكورونا إحنا دخلنا وضع مشابه لغزة، إنه
قطاع الصناعة بالصين بطل يوصل على كندا، فصرنا معزولين عن العالم ولازم نعتمد على أنفسنا. فطلبنا من المهندسين اللي بغزة مساعدتنا إنه هم يساعدونا بصناعة هاي الأدوات، عشان إحنا لغاية هذا الوقت كنا فعلا نصنع، بس ما بنصنع بالكميات الكبيرة اللي كانوا يصنعوا فيها بغزة، فصاروا يعني حريفين جدا بهاي أنواع الصناعة. هاي طبعا إحنا الشغل مش عشان نساعد الكنديين، بس بنفس الوقت هو دليل إنه ما في إشي اللي هو بيكون بس باتجاه واحد. أنا أول ما بديت أجي على غزة كنت أفكر إنه والله أنا حاجي وساعدهم، وهذا إجا من كبر. يعني أنا كنت أتكابر على الناس اللي هون، أفكر إنه أنا حاعطيهم إشي وهم بس ياخدوا مني، واكتشفت إنه فعلا لو العلاقة متساوية هاي بيكون حتى يقلل من قيمة الفلسطينيين، هم بعطوني أكثر مما أنا بستطيع أعطيهم. في هاي الأيام الصعبة جداً في كندا اللي إحنا ما كناش نقدر نلاقي أي إشي وكنا خايفين جداً، لقينا إنه هم أعطونا كمان، أعطونا خبرة وأعطونا كمان أول فيس شيلد طبعاً إحنا طورناه، وبالآخر صرنا طابعين تقريباً 30 أو 35 ألف فيس شيلد بكندا ابتداءً من اللي هم علمونا إياه. يعني بدي أفهم منك إنه المهندسين في غزة ساعدوا أهلنا في كندا بطباعة هاي الفيس شيلد. صحيح. وبالخبرات، يعني هاي كلياتها حاجات مهمة بتعرف، عشان لما الواحد ما يشتغلهاش بإيده نفسه. فإحنا لما حولنا من طباعة عدة ستيثوسكوبات إلى طباعة آلاف الفيس شيلد، القناع الحامي للوجه، لقينا انه فعلا احنا ما عندناش الخبره هاي، فهم اللي اعطونا الخبره، هم اللي ساعدونا كيف نشتغل فيها، هم اللي علمونا. اتوقع انه دكتور الكوفيد لما اجى يعني صح كان قاسي على العالم كله، لكن علمنا دروس لن ننساها، وهذا من احد الدروس انه حتى الناس يحتاجوا الى مساعده عم بيساعدوا دول من الدول الجي 7 والدول العظمى، ولكن بسبب قدرتهم على العطاء وقدرتهم على الإنتاج اللي تعلموها خلال الوقت الصعب، سبحان الله يعني وجدوا منفذ عن طريق جليا بروجكت. دكتور، جليا بروجكت هل هو فقط في فلسطين، ولا أنت تحاول إنه تعطي أيضا دول أخرى؟ المشروع بالفعل هو موجود في أي مكان اللي بده إياه، فإحنا بدنا بغزة وكندا طبعا كمشاركة بين الدولتين وطبعا الدولة الفلسطينية، بس بنفس الوقت أي حد اللي بده إياه صار ياخد منه، عشان إحنا نستعمل المصادر المفتوحة. فلما بدينا في الفيس شيلد ما بدينا من الصفر، فتحنا على مصادر اللي هي موجودة على النت واشتغلنا منها وطورناها، والتطويرات اللي احنا عملناها رجعناها الى سوق الافكار المفتوح لاستخدام اي حد. وفعلا لدرجه انه صار في شركات داخل كندا اخذت الفيس شيلد تبعنا، الديزاين اللي احنا عملناه واستخدمته، واحنا ما عندناش مانع، يعني اهلا وسهلا اللي بده يستخدمه، مع انه في ناس ممكن يقولوا انه هم ربحوا من وراك وكذا. مش هيك الفكره انه احنا عم نصنع حاجه للصحه، وقد ما احنا بنقدر نساعد الجميع أهلا وسهلا. فحاليا صار في استخدام في عدة دول، مثلا في كينيا في استخدام للأدوات خصوصا الستيثوسكوبات، في زامبيا كمان كذلك، في تونس، في المكسيك ونيكاراغوا، ففي عدة أماكن في موجود. وفي أوروبا صار في عدة أماكن هم بيرنوا علينا، مش مطلوب إنه إحنا نحكي معهم في البداية، بس بعض الأحيان بيرنوا علينا وبيبعتولنا مسج وبيقولونا والله إحنا عاملين 1 2 3 ممكن مساعدتكم عشان نتأكد من جودتها أو عشان نتأكد من حاجة تانية. فهو المشروع بالفعل عالمي، بس إحنا تركيزنا لازم يكون في أماكن محدودة عشان طاقاتنا محدودة. دكتور طارق، الـ 3D printing
يعني فتح مجالات كبيرة في العالم، ولكن في القطاع الطبي ما زال محدود. نسمع شغلات غريبة، ولكن هل فعلا يمكن تطبيقه بشكل أوسع في القطاع الطبي بس بده شوية دعم؟ نعم، إحنا المشروع هذا Open Gaza Initiative ليش فتحناه؟ فتحناه عشان إحنا شايفين إنه صار في قطاع تانية، خصوصا تصليح السيارات والأدوات، هاي صار في شغل قوي جدا بمشروع الـ 3D، وإحنا بدنا كمان نفس الشيء. يعني القطاع الطبي هو أدق مثلا من السيارات، أدق مثلا من الأدوات هاي. لو مشكلة صارت بسيارة حيموت واحد أو اثنين أو خمسة، لو في مشكلة في أدوات طبية ممكن المئات يروح منها. فلازم نكون حذرين جدا، والجودة المطلوبة عالية جدا. فلهي الأسباب صح إنه مطلوب إنه إحنا نكون حذرين، وأعتقد عشان هيك صار بطيء شوي. الحاجة الثانية كمان إنه الأدوات الطبية هي غالية أساسا، فمعظم اللي عم بيشتغلوها بيكونوا مؤسسات كبار جدا، ومش فارقة معهم لو بدفع $1,000 كل 6 أشهر للأجهزة. فعشان إحنا بنشتغل في قطاع الصحي في بلدان مثل فلسطين أو أماكن مثل غزة ونيجيريا وأماكن مثل هيك، عشان هيك صار في سبب اللي إحنا نستخدم الـ 3D printing ونتأكد كمان من جودته عالية. جليا هي بالأساس تأخذ تكنولوجيا موجودة، يعني إحنا ما بنعمل إشي جديد، نأخذ تكنولوجيا موجودة ونتأكد إنه تطبيقه لجودة عالية. دكتور، انتم برضو سويتوا النيدل درايف والمقياس اللي بقيس نبضات، مش نبضات القلب، الأكسجين في الدم، وهذا يمكن من الشغلات اللي كتير صار عليها طلب خلال فترة الكوفيد، صحيح؟ صحيح. النيدل درايفر لغاية الآن مش مشروع ناجح. احنا بدينا فيه ب2014 عشان في وقت الحرب 2014 بطل فيه أدوات طبية بغزة. المشاكل طبعاً تتركب على بعضها، فالأدوات الطبية، أحسن أدوات طبية هي حديد. أحسن الحديد لو أنت بتحطه في بحر اللي هو بيكون مالح لسه حيصدي مع الوقت. صحيح. إحنا عشان نستخدم الأدوات الطبية الحديد لازم نغسلها مرة مرتين ثلاث أربع مرات في اليوم، وعشان ما في عنا إشي اللي بحل المي نغسل هاي الأدوات بحرارة مرتفعة جداً ومي مالحة. إيش بيصير؟ بيصير الأدوات يصدوا. فعشان هيك إحنا بدينا مشروع بهدف إنه نصنع نفس الأدوات من بلاستيك، اللي هو بيكون بلاستيك من حرارة عالية، يعني بيستحمل حرارة عالية، عشان لما نغسله ما بيصد. هذا المشروع لغاية الآن انحط على جنب ولسه مش ناجح، إن شاء الله حنرجع له. مشروع البلس أوكسيمتر اللي هو مقياس للأكسجين اللي في الجسم، هذا المشروع كمان اشتغلناه كويس وصار تقريبا جاهز للمرحلة التنفيذية اللي احنا نحط ونستخدم هاي الأدوات. لغاية الآن احنا كنا في الكلينيكال ترايلز عشان نتأكد من جودته، فحطيناه على جنب انه لو في اي حد يحتاجه ممكن يصير يستعمله، بس احنا لا ننصح باستخدامه حاليا عشان ما بنقدر نضمن جودته العالية. انا لما تصاوبت كان عندي جهاز هذا، وانا مرضت جدا، كان في عندي التهاب دم سبسس، وصار في مشكلة في رئتي الاثنين، وكنت بفلسطين، فما كنت اقدر انه اروح على المستشفى، عشان مش بس انا لحالي كنت مصاب، احنا كنا 1700 مصابين من يوميتها، وانا من احسن الوضع، كان احسن بكثير من غيري. فبوقتها استخدمت هذا البلس اوكسيميتر، بس طبعا انا بعرف قدراته ومش خايف من استخدامه. للمريض العادي انا بخاف انه يستخدم، فلغايه لقيت هذا المشروع ما نجح. وكمان ضل اي سي جي، الاي سي جي كمان حاليا حيدخل مرحله الفحص العلمي عشان نتأكد انه هو من جودة عالية، وصلنا ماشيين عدة مراحل لغاية الآن، وضل بس فحصه في المستشفى ضد عيانين آخرين اللي بيستخدموا يا تبعنا يا العادي عشان نشوف نتأكد انه جودة عالية.
فإحنا قريبين من انتهاء هذول المشاريع بس لسه ما خلصنا. بدي أذكر الجميع إنه الموقع لجليا اللي هو موجود على الشاشة الآن glia.org ممكن تروحوا تطلعوا على الأشياء اللي بسووها تعملوا دونيشن إذا تناتوا بالفكرة لأنها فكرة جدا ممتازة. واللي بحكيه الدكتور إنه شيء رائع اللي عم بيصير يا جماعة إنه science based medicine يعني مش فقط هو عبارة عن صناعة وما عم بدرسوا البروجكت دراسة كاملة بحيث إنه يكون فيها ترايل ويشوفوا النتائج ويقارنوها بأشخاص بيستخدموا التراديشنال أو الأشياء اللي مستخدمة في كل الأماكن وبيقارنوا بين النتائج هل فعلاً أعطت نفس النتائج أو لا. وهذا طبعاً أي طبيب أو عالم لازم يمشي هذه الإجراءات عشان يتأكد مستقبلاً على صحة المرضى. فالموضوع موضوع يعني ريسيرش وريسيرش سنترز وعندهم زي ما انتم شفتوا طاقم كبير جدا. الله يعطيكم الف عافيه دكتور طارق. الله يسلمك ان شاء الله. سؤال دكتور طارق عن غزه، انت الان في قطاع غزه، احكي لنا الوضع كيف انت شايفه وخاصه القطاع الطبي لانك يمكن اكثر مندمج داخله، الفرق ما بين الحرب الاخيره والان. طيب الحرب بعد 2012 وبعد مسيرات العودة المشاكل أساساً معظمها كانت جسدية، الجروح الجسدي اللي كان موجود، وكان في إحساس بعد يعني إحنا ما بنحب نحكي عن هاي الحاجات بس كان في أمراض نفسية كثير وكان في كثير ناس اللي قتلوا نفسهم أو انتحروا، وهذا من مرض يعني حتى الناس كانوا يعملوها بطريقة اللي يحاولوا يخبوا عشان ما يحرجوا عائلاتهم أو أولادهم أو الآخرين الموجودين أو المجتمع بشكل عام. بس إحنا في الكوادر الطبية صرنا نشوفها، وأنا كمستشير صرت أعلم الأطباء اللي تبعون البورد كيف يعالجوا هاي الأمراض النفسية أو كيف يعالجوا محاولات قتل النفس، عشان طبعاً إحنا بكندا مش موجودة بالضبط نفس الأفكار عن الانتحار، فإحنا ما بنعالجها بنفس الخوف بنفس الطريقة. شكراً. فكان في أمراض نفسية كثير، بس كان الإحساس بالشكل عام ب 2014 إنه أنت لو مش عايش في الشجاعية ممكن تنضرب ممكن لا، بس بشكل عام في مناطق معينة حتكون مرحوم. يعني أنا مثلاً شقتي ب 2014 ما حدش لمسها، لما رجعت الشبابي كانت كلياتها مكانها، وأنا كنت أشتغل بالشفة، أنا بالشفة كنت حاسس حالي ضامن إنه مش حيصير فيه شيء. يعني أوكي كل فترة وفترة أحس الأرض تنهز، بشكل عام ما في خطر كبير. بهذا الحرب طبعاً الشهداء كثار، وهي يعني أنا ما بدي أقلل من الخسائر، بس الأمراض النفسية اللي إحنا شفناها بعد الحرب غير شكل. الأطباء الموجودين هون، أنا ما حضرتش الحرب بس زملائي بيقولوا وهم يعني ما ببهروا من هاي الأنحاء، بيقولوا إنه هذا الحرب كان أسوأ وأقصى، وأسوأ إشي فيه إنه ما كانش أي شخص مرحوم، ما كانش أي شخص يحس إنه مستحيل إنه أنا أموت أو أنا ضامن في هذه المنطقة. لما ضربوا منطقة اسمها الرمال، هاي المنطقة بتكون من تقريبا فيها أكثرية الناس، فكثير ناس موجودين فيها، والكل بعرف يعني معروف إنه الحركات العسكرية مش موجودة هون. خلينا نحكي عن الأنفاق عشان واضح إنه غزة فيها أنفاق في كل مكان، كل غزة فعلاً في بعض الناس بيسموها مترو، في أنفاق والمقاومة شغالة على هذا الموضوع بقوة. بس المهندس الشاطر لو بده يبني أنفاق مش حيبني النفق في مكان مثل الرمان اللي فيه بنايات عالية، فلازم يحفر النفق حتى أوطى بتجنب هذا المكان، وبعدين عسكرياً مش حيكون في شغل فيه ولا ضرورة للأنفاق في أماكن مثل الرمال. فعشان هيك
كان واضح لما الإسرائيليين عم بضربوه، حتى لو عن قناعة، لو عن قناعة معناه أنه بنك الأهداف فاضي، ولو مش عن قناعة معناه أنه هم عم بيحاولوا فعلا أنه يرعبوا الناس، وللأسف انرعبوا الناس. وهي حاجة اللي أنا شايفها أكثر من الحروب الماضية. ما بعتقد أنه في أي طفل ما في عنده مشكلة التبول الليلي حاليا، ما في أي طفل اللي ما بخاف لما يسمع أصوات. أنا بصراحة مش عارف ليش لسه في الفص وبص والعروسات وحاجات مثل هيك بيحبوا هاي الفايروركس، مش عارف إيش اسمها بالعربي، الألعاب النارية. الألعاب النارية بالضبط، شكرا. فلما أنا أكون ماشي بالشارع وأسمعها أنا بنرعب، وبطلع حواليا بلاقي إنه في كثير ناس كمان نفس الإشي، خصوصا الأطفال اللي حتى هم عارفين إنه جاية بس عشان صوتها مثل القنابل بتخوف. فهي أكبر مشكلة اللي بعتقد لازم نعالجها. صح في مصابين كثير، صحيح، بس الإصابات العميقة هي نفسية. طب دكتور، في صار استهداف للقطاع الطبي، يعني في الحرب الأخيرة تم قصف أكثر من 30 مستوصف في مستشفى، بعض الأطباء توفوا، وهذا طبعا بتصير دائما استهداف القطاع الطبي، وكنت أنت أحد هذه الاستهدافات في الحرب السابقة. هل تتوقع أن القطاع الطبي سيعود بكامل حلته كما كان، أم الاستهداف مكان الكوفيد أو مركز الكوفيد والأماكن الأخرى هل أثر على قطاع غزة هذا الشيء؟ واضح انه هو اثر كمان معنويا. يعني معظم الاحيان احنا عارفين انه في استهداف على الكوادر الطبيه، هذا مش حاجه جديده، اصابتي دليل شخصي على هاي الحاجه. يعني انا كان واضح انه انا لابس طبي، وكان واضح انه انا طبيب، كان واضح انه انا عم بسعف، وكنت انا واقف مع مسعفين اخرين، فانه في استهداف طبي هاي حاجه واضحه. وحتى لو إحنا قلنا إنه هذا الاستهداف مش مقصود، لسه هذا لا يحمي الإسرائيليين من مسؤوليتهم القانونية ومسؤوليتهم في القانون الدولي خصوصا. قصة المستشفيات والمستوصفات إحنا كمان شفناها بالمسيرات، وشفناها ب 2014 كان في عدة مستشفيات اللي انضربوا منهم، مستشفى بعتقد الأقصى اللي استشهد فيها أطباء وقتلوا فيها ناس مش كثير، بعتقد كانوا 10 أو 12 كميتها، بس قتلوا فيها ناس وأصيبوا فيها ناس، ضرب مستشفى. فهي الحاجة مش حاجة جديدة. هذا الحرب ما ضربوا الشفاء، الشفاء تعتبر أكبر مستشفى، وعادة هاي المستشفى خصوصا لو حيضربوا كل مستشفى تانية مش حيضربوها. ب 2014 و 2012 هم ضربوا الشفاء نوعا ما، ضربوا جزء صغير منها من بعيد، وهو تخويف، يعني كانوا القنابل صغيرة. فأنا مثلا كنت نايم بسيارة ب 2012، ولما انضرب محل مش بالضبط في المستشفى بس قريب جدا منه، لدرجة إنه السيارة طلعت عن عجلاتها بعدين رجعت، يعني ما انكسرش الإزاز بس الشاك ويف هي حركتها. فإحنا عارفين إنه في هاي الحاجات، بس كل هذول المستوصفات، عيادة الرمال هاي فاجأت الجميع. عيادة الرمال معروفة زي واحد بضرب بكندا ماونت سيناي، يعني إحنا بنطلق عليها اسم عيادة بس هي مستشفى أكثر من ما هي عيادة. وقتها كان في طبيب عناية مكثفة شغال في العيادة هاي، وهو أصيب ولغاية الآن بعتقد أنه وضعه صعب واتأثر منها. أطباء اثنين، الدكتور معين العلول والدكتور أيمن أبو العوف، هما كمان قتلوا واستشهدوا. والدكتور معين بعتقد هي زوجته اللي ماتت معه، وبنت وحيدة اللي ضلت لهم من العائلة. ودكتور أيمن، الدكتور أيمن مش بس هو عائلة، بعتقد 27 نفر
ماتوا هاي البناية، فعائلته وهو كانوا أربعة generations اللي ماتوا في هاي البناية. الدكتور معين طبعا معين العلول، هاي قصة بتقربنا كثير عشان إحدى طالباتي في كلية الطب في لندن من هاي العائلة، هو بيكون عمها. فالتأثير من أول لحظة كان مش بس طبيا، الدكتور معين لما استشهد، لما قتل راح معاه كل النيورولوجي على بعضه في غزة، هو كان الوحيد اللي عنده بورد بطب الأعصاب، I think أعصاب بالعربي بكل النيورولوجي. فكنت أفكر من هاي الناحية، وكمان كنت أفكر من ناحية إنه عم دكتورة لسه تخرجت كمان هي بتعاني من هاي الحاجة ومن موته. فهاي كل القصص إلها علاقة بينا وتأثر علينا. الدكتور أيمن مثلا كان زميل عزيز علي، أنا كنت أتعامل معه كثير عشان هو كان ماسك باطنة، فأنا كاستشاري بطب الطوارئ كنت أشتغل بالجراحة. إحنا هون بغزة بنقسمها، مش زي كندا نقسمها باطنة وجراحة. فكنا نحكي كثير مع بعض، كنا نضحك كثير مع بعض، كان هو يعلمني كثير، وهو كان ماسك مشروع الكوفيد كاملة، فالخبرة اللي عنده إياها والشغل اللي هو عمله هذا كمان اندفن معاه. الله يرحمه، الله يرحمه. موضوع صعب طبعا يعني. طب دكتور، انت حكيت شوية عن الأطباء في قطاع غزة، كيف تقيم الأطباء؟ هل فعلا هم بحاجة إلى قطاع أو أطباء يجوهم من الخارج، أم بحاجة إلى مساعدات عينية أكثر من مساعدات شخصية؟ إيش يعني مساعدات عينية؟ عينية يعني أجهزة، أدوية، أشياء زي هيك، materials يعني. أوكي. ال الفلسطيني كشخص فردي أو كنظام اللي بيحتاجه أكثر شيء هو التعزيز عشان ما يعتمد على الآخرين. أنا مثلاً لما جيت وصرت أشتغل في البداية كانت الأنفاق فاتحة، وكان في فترة لما تحكي مع شخص تقول له إحنا لازم نجهز ليوم بعد ما الأنفاق تسكر، يقول لك انسى الموضوع. فوقتها خصوصاً كان في كثير حاجات تدخل بس مش أدوات الصناعة، مش خبرات الصناعة. فلما الأنفاق قفلوا بطلنا نقدر نعمل الحاجة لحالنا، وفعلا تعلمنا درس التعزيز، أهمية التعزيز والتأثير بشكل كبير. بعتقد أنه أهم إشي فعلا هو التدريب. خلينا نحكي عن تدريب الأطباء. إحنا طلعنا أطباء من غزة عشان يتدربوا في كندا، في منهم رجع في منهم لا، أنا ما بقدر ألوم على اللي ما رجعش، بس مع ذلك معناه انه اي مشروع اللي حيطلع الاطباء لازم يطلع احسن اطباء، بس ممكن ما يرجعش اطباء. فعشان هيك احنا طلبنا، وانا اليوم نشرت مقاله على التويتر تبعي بطلب الاطباء اللي هم في كندا اللي بيشتغلوا خصوصا في مجال طب الطوارئ انه يجوا على غزه، يصيروا هم يجوا لمده اسبوعين كل سنه على الاقل ويدربوا داخل غزة عشان إحنا ندرب الكوادر اللي هون ونعززهم هم ونعزز قدراتهم هم، عشان يقدروا كمان بعد ما إحنا نخلص المشروع يصيروا يعلموا بعض ويدرسوا مع بعض ويعملوا كل شيء لحالهم. فبعتقد شخصياً إنه هي حتكون مخلوطة بين الاثنين. طبعاً المريض اليوم مش حيقدر يأكل يشرب أو يتعالج بالخبرات اللي إحنا حنعطيها إياه للأطباء بعد 5 سنين أو 10 سنين، فهو مطلوب منه الدواء، مطلوب منه الأدوات الطبية، مطلوب منه كل هاي الحاجات أو التمويل. بس بنفس الوقت للأسف أنا بعتقد إنه إحنا من خوفنا للمريض اليوم من كمية الاحتياجات اللي إحنا بنشوفها بنعالج اليوم وما بنفكر في بكرة. بقدر أعطيك مثل واضح، احنا بعض الاحيان النقود بتروح
السولار والديزل بتروح. ف الشاحنات والمولدات للكهرباء بيصير فيها تأثير انه بتبطل شغالة. وفي كان يوم اللي احنا وصلنا لمرحلة انه الديزل حيخلص، وقعدنا في اجتماعات اللي احنا لازم نقرر، الاطباء يعني لازم يقرروا يطفوا ايش، هل يطفي المستشفى هاي او المستشفى هديك، هل يطفي على الاطفال او على الكبار، ايش يعمل، هل يطفي على العناية او على غرف العمليات. واجاني طلب، عشان وقتها كنا عاملين تمويل لمشروع طاقة شمسية، انه احنا ناخذ هذا التمويل ونستخدمه للسولار. وبعتقد حكيت يعني بهذا الموضوع على القناة هاي قبل. وطبعا احنا عشان نعمل هيك معناه انه احنا عم نحرق مستقبلنا بالفعل. You're just burning it. فقلنا لا. والأطباء اللي كانوا معنيين في الموضوع، في منهم اللي زعل عشان قال لك في مريض حيموت اليوم، وفعلا بس احنا كمان ولازم نعالج هاي الأمور، بس كمان في المريض اللي حيموت بكرة لو احنا ما حافظنا على المستقبل مش بس على اليوم. طيب دكتور طارق، انا بدي انهي مقابلتي معك بسؤال مهم جدا يمكن بسأله أي شخص. دكتور طارق، أنت بتشتغل في كندا، دخلك جيد، بتشتغل طبيب، لماذا تعرض نفسك لهذه الصعوبات؟ سجنت أكثر من مرة، تم إطلاق النار عليك، وما زلت، أنا بحكي تقاوم، ما زلت في 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 الميدان. رسالتك مما تقوم به. شوف، يعني أنا انولدت في الكويت، وطلعنا من الكويت بعد حرب الخليج الأول اللي كان بتسعين واحد وتسعين. وقتها لما طلعت، قبل ما أنا طلعت، كان أبويا يحكي لي وإحنا صغار، أنا فاكر إنه مرة جالي علامات مش كويسة، أنا ما كنتش طالب كويس أصلاً بالطفولة، وإجالي علامات مش كويسة. أبويا قال شوف، شايف هاي السيارة اللي قدامك، كان عندنا هوندا تبع الثمانينات، قال هاي السيارة مش إلك، هاي السيارة في لحظة بيقدر ياخدوها منك، هاي العمارة اللي احنا عايشين فيها ممكن تروح، كل اشي ممكن يروح ما عدا تعليمك شهادتك بس. وبعتقد انه كل اب وام فلسطينيين حكوا نفس الاشي لأولادهم في الثمانينات في السبعينات في الستينات، عشان هيك الفلسطينيين اتعلموا كثير، عشان سرق منهم مستقبلهم، عشان مستقبلهم كان حاجات، كان أراضي، كان بيوت. فالحاجة الوحيدة اللي ما حدش بيقدر يسرقها هو التعليم. لما احنا طلعنا بتيابنا فقط. وفعلا مع انه انا فكرت انه اهبل الرجل هذا اللي عم بيحكي انه كل اشي حيروح، انا فكرت متعقد من اللي صار من قبل. وجينا على كندا وانا اكتشفت حاجتين. اولا انه انا مش كثير الناس اللي قدروا يجوا، كان عندي عم فجينا عشانه. وثانيا انه الفرصة اللي قدامي ذهبية، واخذت هاي الفرصة الحمد لله. انا عارف انه يمكن مش كل حد كان ممكن يقدر ياخذها، بس أنا كنت أقدر أخذها. ومع إنه أنا ما كنتش أشطر من زملائي اللي راحوا على المخيمات بعد الحرب، مع إنه قدراتي ما كانتش أكثر منهم، تعلمت الطب. هذا الطب، هاي الشهادة مش ملكي، هي من حظ مش من شطارة. وأنا عارف هذا الحاجة بطريقة واضحة، يعني ممكن المولود في كندا ما يحسش إنه فعلاً هاي الحاجة مش ملكي، بس أنا عارف إنه مش ملكي. فأنا I profit handsomely from my education، أنا بستغل الحاجة اللي عندي إياها لنفسي. أنا مرتاح، عايش مرتاح جداً لما أكون في كندا، وبعطي فقط جزء صغير منه للشعب الفلسطين، الشعب اللي أنشأني، الشعب اللي أعطاني، الشعب اللي أنا تركته لما رحت على كندا، الناس اللي أنا خليتهم بالمخيمات، اللي أنا طلعت
بالحظ على كندا وبالحظ هم رجعوا، وكان ممكن العكس. فهي مش شهادتي، والطب مش طبي، يعني هذا حاجة للشعب الفلسطيني كامل، مش بس إلهم، لكل حد اللي بيعاني في هاي اللحظات. وهذا السبب اللي بحس إنه علي مسؤولية كبيرة. يمكن لو ما عرفتش أدرس، يمكن لو ما عرفتش إنه أخلص، ما كانش علي هالقد مسؤولية، بس أنا بحس فيها لما أكون في الغربة. دكتور طارق، يعني أنا سعدت كثير بوجودي معك اليوم. في آية بتحكي من أحيا نفسه وكأنما أحيا الناس جميعا، وأنت فعلا برسالتك اللي بتقوم فيها الآن عم تقوم برسالة قوية جدا، وبتحاول تساعد أهلنا في غزة وفي الأماكن النزاع حول العالم. فلك منا زي ما بيحكوا برفع لك القبعة والجلية أيضا، لأنه هذا المشروع مشروع عملاق ويحتاج إلى مساعدة. نرفع لجلية القبعة على ما تقوم به. 3D printing it's the future، وأنت يعني حملت الفيوتشر وأخذته وضعته في غزة. إن شاء الله يكون المشروع فعلا منتج وواعد، وأنا أؤمن بما تقوم به، وإن شاء الله يمكن نقدر نروح المرة الجاية على غزة مع بعض. يعني أهلا وسهلا. طبعا يعني غزة بتتنور بشوفتكم، وفعلا شكرا جزيلا لك عشان شغلك كمان مهم. احنا كلياتنا فريق واحد مشتغل باتجاه واحد، وشغل الجميع مهم، فشكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور طارق، تصبح على خير، عندك الدنيا ليل، الله يعينك ويعطيك الف عافيه. سلام للاهل. تصبح على خير، مع السلامه.